still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done, I thought you were. أحبائي سعد لي صباحكم. بونجور جود مورنين. طلت عليكم الليلة لأحدثكم كذلك عن ليلة السوداء للروح، ولكنني لا أسميها كذلك، أنا أعتبرها ليلة بيضاء ستمتحن فيها الروح وستخرج منتصرة بكل ما تحمله من أناقة وجمال. قبل ذلك سأمر على بعض الملاحظات بسرعة قبل أن أدخل في الموضوع. الملاحظة الأولى تخص الأشخاص الذين يطالبونني بإيجاد الحلول أو ماذا أفعل بعد ذلك إلى آخره. أنا أحبكم وأنتم تعرفون أنني أحبكم، وأنا أكلمكم بصدق وأنتم تعرفون أن كلماتي صادقة، لكن أنا أعطيتكم جميع المفاتيح، كلمتكم عن عاطفة الهارب، كلمتكم عن عقله، كلمتكم عن المطارد وظروفه إلى آخره، فعليكم أن تجدوا الحلول. بكل بساطة أنا أعطيتكم المطرقة وكل الوسائل، فأضعف الإيمان أنكم تبتدئون تشمرون على عقولكم وتبتدئون في وضع الحلول لحياتكم. بالنسبة للملاحظة الثانية، أحب كثيرا 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 تفاعلكم مع بعض، وهذا يسعدني جدا. لماذا؟ لأن الهدف من فيديوهاتي هي نشر المعرفة، وإذا كان أعضاء الصفحة عندي كلهم محبون للمعرفة، أنا أسميكم خدام الروح، خدام النور. لماذا؟ لأنكم إذا كنتم في صفحتي واستهواكم حديثي، فمعنى ذلك أن أرواحكم عميقة وأنكم فعلا من خدام النور. عليكم إذن أن تنشروا المعرفة والحب والخير الإلهي في العالم. كيف ذلك؟ حينما تصادفون جاهلا ينشر الجهل، لأن الجهل يتسلل إلى العقول مثل شبكة العنكبوت، يتسلل من النوافذ والأبواب، من الدين والسياسة والمجتمع، من كل جهة، من كل حدب وصوب. أريدكم أن تقابلوه بشجاعة وأن تقولوا: سيدتي، هذه المعلومة خاطئة، لقد عرفت أنه كذا وكذا وكذا. سيدي، إنك ترهبني، فالدين ليس ترهيب مثلا، إلى آخره. أريدكم أن تكونوا فعلا خداما للحق الإلهي وخداما للنور على هذه الأرض. الملاحظة الثالثة والأخيرة تخص الأشخاص الذين لديهم أطفال في طور التنشئة، أطفال صغار بصدد تكوين مداركهم العقلية والنفسية إلى آخره. أرجوكم أرجوكم وأتوسل إليكم، حاولوا أن تؤهبوا لهم على الأقل الظروف المناسبة لتربية سليمة. أنا أعرف أن لا يمكن أن نكون قدوة، لا يمكن لأي شخص سواء أب أو أم أن يكون قدوة مثالية 100%، لكن على الأقل يمكن أن يحاول وله شرف المحاولة. حاولوا على الأقل أن توفر الظروف النفسية والظروف العقلية المناسبة لنصنع جيلا قادرا على أن يصنع الحلول، لنأمل في جيل قادر على التغيير. هذا آخر كلامي بالنسبة لمقدمة اليوم، والآن سأمر إلى ما يسمى بالليلة السوداء للروح. إذن أحبائي، عرفنا في الفيديوهات السابقة أن هناك برامج إيجابية تتدخل لجعل العلاقة بين التوأمين لطيفة وجميلة جدا في بدايتها، ثم يتدخل اللاوعي ويفرض برامج سلبية قد تخلق الكثير من الصدامات والمشاكل بين الشريكين، تؤدي في الغالب للأسف الشديد
إلى الانفصال. الانفصال يحدث حين يقرر الهارب أن لا يبقى مع توأمه. قد يكون قراره بعد يومين من بداية العلاقة، وقد يكون بعد سنة، وقد يكون بعد 10 سنوات. كلما تأجل الصدام كلما تأجل الانفصال، كلما طالت مدة الحماية والأمان للهارب كلما طالت مدة العلاقة. الليلة السوداء للروح أو ليلة محنة الروح قد تبتدئ من الأيام الأولى للصدام. لا تثقوا في المعلومات التي يقدمها اليوتيوبرز، يقولون إنها ليلة أو ليال سيقضيها الهارب والمطارد بعد الانفصال. هذا غير حقيقي. من بداية الصدام ستدخل الروح في امتحانات كثيرة، من بداية التصادمات. لماذا؟ لأن التوأم يعكس روح شريكه، لأن التوأم يعكس جميع مساوئك، جميع عيوبك. إنك ستراها بمجرد ما تبتدئ في الاحتكاك بتوأمك، ستبدأ ليلتك السوداء أو ليلة معرفة الحقيقة. الليلة قد تدوم ل7 أشهر أو قد تدوم لسنة. في الغالب قد تدوم من يومين، مدتها الزمنية أتحدث، قد تدوم يومين أو ليلتين إلى سنة. فالمطارد مثلا بعد الانفصال قد يبقى سنة وهو يفكر في شريكه وهو حزين ومكتئب. الهارب كذلك طبعا. إذا حسبنا المتوسط معدل يومين وسنة، سنجد أنه حوالي 6 أشهر ونصف أو 7 أشهر. إذن الليلة ليست ليلة في الحقيقة، هي مجموعة من الليالي ومجموعة من الأشهر. طبعا هذا إذا كان الشريكين غير واعيين، لأنه إذا كان الشريكين واعيين فمدة الانفصال قد لا تدوم أكثر من يوم أو يومين أو أسبوع على أقصى تقدير، أو أسبوعين. الآن قلنا تبدأ الليلة منذ هي تبدأ أو تبلغ ذروتها في يوم الانفصال، لكن قلت لكم الآن أنها قد تبدأ من الصدامات الأولى، لكن نهايتها ستعرف إذا كنتم قد لا تدركون متى دخلتم في ليلتكم السوداء. فإنكم ستعرفون حتما أنكم خرجتم منها حين سيعود النور إلى حياتكم، وحين تحبون بصورة لا مشروطة، وحين تعود نقاوة قلوبكم وصفاء أذهانكم، فإنكم ستدركون أنكم خرجتم من الليلة السوداء. سنقسم الفيديو إلى قسمين، بمعنى سأبدأ بالحديث عن المطارد لأنه الروح الأولى التي تستيقظ، وبعد ذلك سأتحدث عن الهارب. فلننطلق. بالنسبة للمطارد، المطارد مثل ما وصفناه شخص يتحكم في كل شيء، مداركه العقلية جيدة بل ممتازة، حياته المادية ممتازة، هو يعرف كل شيء. ذلك النرجسي الذي يحب السيطرة على الناس إلى آخره، والتحكم في حياة الناس. وفجأة ماذا يحدث له؟ يجد أن شريكه قد قطعه دون أن يخبره ودون أن يعطي حتى تفسيرات، لم يقل له حتى لماذا ذهب. وسيصادمه ذلك الصمت القاتل من طرف شريكه. هذه أول صدمة سيواجهها المطارد، وتبدأ أزمته الروحية. ماذا فعلت؟ لماذا هجرني؟ ما هو الخطأ الذي فعلته؟ هو في الحقيقة كان حاميا له، وقد قدم له بالنسبة له قد قدم له جميع الظروف المناسبة التي يحافظ بها، إذا صح هذا التعبير، على حبه.
لكن لم تمشي الأمور كما يريد، فهنا سيتساءل ما هو الخطأ الذي ارتكبته، وفي الحقيقة سيصل بعد محنته الروحية إلى استنتاج عظيم، استنتاج خطير جدا، هو أننا لا يمكننا أبدا أن نتحكم في الآخر، حتى وإن كان توأمنا، حتى وإن أحببناه بطريقة خرافية، حتى وإن أغرقنا هو في حبه، لكن في الأخير هو شخص آخر، له حياته وله روحه وله ظروفه، ولا يمكننا أن نسيطر عليها. المطارد طبعا يكون قد عاش فترة من الحب المتبادل مع شريكه، فشريكه الهارب وهو مثل ما قلنا عليه تسونامي من العواطف، فسيحسسه سيرضي، إذا صح هذا التعبير، سيرضي غروره من جميع النواحي، وسيرى المطارد نفسه ملكا متوجا على عرش الحب. ثم فجأة سيطير كل هذا ويجد نفسه تحت وطأة الحرمان، الحرمان العاطفي والحرمان النفسي إلى آخره. حين تبدأ تساؤلاته في الغالب من المطارد، سيكون أول سؤال يطرحه على نفسه فيما أخطأت، وهذا سيولد لديه شعورا كبيرا بالذنب. أنا ربما قد فعلت كذا، أنا ربما قد أخطأت كذا. وحين ينتبه بأن منهجيته وطريقته والصحن الذي وضع فيه حبه لم يكن مناسبا، وأن توأمه في كل مرة يحاول معه بطريقة جديدة فلا يجد إلا الهجر والابتعاد من طرف شريكه، وهنا سيدخل في أزمة روحية عميقة، أزمة ستجرده من كل ثيابه. المطارد شخص عقلاني، فهو في كل مرة سيحاول أن يجد بطاقة في عقله تفسر سلوك توأمه، وحين يفشل ماذا سيفعل؟ سيغير الخطة، في كل مرة ستفشل الخطة ألف سيمر إلى الخطة باء، وهكذا دواليك. وحين يصل إلى النهاية ويتأكد من أن جميع خططه قد فشلت وجميع مخططاته ومنهجياته، ففي هذه الحالة سيعرف بأن الأرواح لا يمكن السيطرة عليها، وبأن الأشخاص يملكون خططا أخرى هو لا يفهمها، أو هو على الأقل لا يعرفها. بعد أن يتصاعد الألم لديه ويصل إلى ذروته، ستتحطم الأنا عند المطارد، وسيتجرد من جميع مبادئه ومن جميع إيديولوجياته السابقة أو ثيابه العقلية السابقة والنفسية حتى، وسيجد نفسه تقريبا مثل البناء الذي هد، يعني البناء الذي تحطم أو البناء الذي أصبح على الأرض. طبعا هذا أقصى ما يمكن أن يعيش الإنسان، أقصى ألم يعيش الإنسان هو أن يتحطم الإيغو عنده، هو أن يصبح بدون أي مبادئ بين ليلة وضحاها، كل ما اعتقده أنه كان صحيحا إلى حد اليوم أصبح غير صحيح بالنسبة لديه، وعليه أن يجد البديل. وهنا مثل ما قلت تبلغ أزمته الروحية أوجها. حين تنتهي هذه الأزمة سيخرج المطارد مع طفله الصغير الذي كان لا يستطيع أن يخرجه إلا بوجود توأمه. ستكون نتيجة أزمته الروحية أنه أخرج طفله الداخلي من دون توأمه، وأنه أصبح أكثر عطفا على الناس وأكثر عفوية إلى آخره.
يعني هذا بالنسبة للمطارد. ماذا بالنسبة للهارب يا ترى؟ الهارب يعيش في عالم آخر. الهارب مثل ما تعرف عنده أوبشن، هو عنده انتغيبتور باستطاعته أن يوقف عاطفته متى يريد وأن يشعلها متى يريد. فهو أيضا ليلته البيضاء ستكون ليلة أو ليالي تأتي بصورة أكثر تدرجا وأكثر سلاسة. لكن الهارب لا يخضع لنفس المعايير العقلية التي يخضع لها المطارد. حذاري، الهارب هو شخص روحي قد يفلت فعلا من عواطفه، لكنه قد يصادف أي شيء بإمكانه أن يغيره. الهارب في الحقيقة في بداية أمره سيضع عاطفته على أوف ويعيش بكل طلاقة وبكل حرية ويشغل حياته بكل النشاطات التي يريدها، هو عنده هذه الإمكانية فيكون سعيدا. لكن حينما ينطلق الألم الروحي لديه لن يستطيع إيقاف عاطفته. لماذا؟ لأن الروح مثل ما قلت لكم تذكروا هي تلك الأم التي تتجول في العقل والأم التي تتجول في النفس، كذلك الأم التي تتجول في كل في الجسم وفي كل أرواح في عفوا وفي كل أرجاء الأرجاء الداخلية للشخص. فعندما يشتد به الألم الروحي سيشعر بكل أنواع الألم، سيتألم جسمه، إن كان لديه مرض قد نام لمدة سنوات سيحيا هذا المرض من جديد، إن كان لديه نقص لا أدري في أحد مواطن جسمه سيتقوى هذا النقص أو سيتقوى هذا المرض. كل أنواع الآلام ستصيب الهارب، ستصيبه الآلام الجسمية وستصيبه الآلام النفسية، لأنه سيحس باليتم، سيحس بأنه أصبح من دون ونيس وأن توأمه قد أصبح لا يصلح له. لأنه في الحقيقة الهارب حين يقرر أن يهجر فلأنه يعتقد بأن المطارد لا يصلح تماما لأن يكون شريكا له، وفي الحقيقة قام بذلك بواسطة مداركه العقلية التي بين قوسين هي مدارك مختلة أو غير سليمة. لكن حين يبدأ بالتفكير بعاطفته، حين تتشغل عاطفته، ماذا سيحصل له؟ سيرى أنه يحتاج إلى توأمه، سيحس بأنه مفتقده وبأنه يريده إلى جانبه. بالنسبة للهارب هو يخضع في الحقيقة كذلك لظروفه، قد تكون ليلته السوداء عبارة عن ليلة واحدة بسبب منبه قد تعرض له، لديكليك، حدثتكم عن هذا فيما سبق، أو ليليمون ديكلانشور. المنبه هو حادثة قد يمر بها الهارب فتجعله يعيد النظر في كل ما قام به إلى الآن، يعيد النظر في سلوكه، يعيد النظر في الكلمات التي استعملها مع توأمه، يعيد النظر في الإحساس أو في الشعور الذي يشعر به نحو توأمه. وحين يشتد شعوره باليتم والوحدة، وإذا كان أقول بين قوسين حذاري لأنه هذه الحالة لا تنطبق على الجميع، وإذا كان واعيا بمشاعره وواعيا بأنه يحب توأمه فسيعود إليه بعد الليلة السوداء وسيضع أو سيقترب من توأمه لوضع أرضية مشتركة يعيشون عليها في المستقبل، مهما كانت هذه الأرضية لن ندخل في تفاصيلها، المهم أنهم سيجدون أرضية مشتركة للاتفاق من بلاتفورم كومن يتفقون عليها. إذن هذا بالنسبة للهارب. فالناس اللي تقول أن الهارب لا يتألم، أنتم تظلمون الهاربين. الهاربين أكثر روحانية منكم،
وسيتألمون أكثر منكم، بالإضافة إلى السواعق الكارمية التي ستصيبهم. لا تنسوا هذا، الهارب من جهة ستصيبه الصواعق الكارمية لأن الكون يريده أن يغير من نفسه، ومن جهة أخرى سيصيبه كذلك اليتم والوحدة من جراء هجره للمطارد، رغم أنه هو الذي أخذ القرار، لكن قراره للأسف الشديد قرارا خاطئا، لأن مداركه العقلية مثل ما قلت ضعيفة أو مختلة. إذن هذا بالنسبة لليلة، ليلة الألم أو ليلة محنة الروح. الآن في الأخير ماذا سنستخلص؟ ما الفائدة من هذه الليلة أو الليالي؟ الفائدة هي أن المطارد سيخرج طفله من داخله من دون الحاجة إلى توأمه. نلخص، أنا ألخص، والهارب سيحافظ على طفله الموجود لأنه موجود معه، هو حافظ عليه منذ طفولته، لكن هذا الطفل لم يرشد، لم يعد راشدا بعد الصحوة الروحية، بعد فترة الألم سيكبر طفل الهارب ويصبح راشدا، بمعنى سيصبح راشدا من دون أن يقتل. هو تركناه صغير، تركناه سنه 5 سنوات أو 6 سنوات، لكننا لن نقتله، سيكبر من دون أن نقتله، سيتخطى جميع سنوات المراهقة وجميع سنوات الشباب وكل السنوات الماضية، ويصبح راشدا سعيدا من دون أن نقتله، وهذه هي النهاية السعيدة. لذلك أنا أسميها ليلة بيضاء وليست سوداء، لأنها ليلة الصحوة الروحية. في الأخير أتمنى لكم مثل العادة أوقاتا سعيدة وواقعا أفضل من الذي نعيشه. في المرة المقبلة سأحدثكم عن ظواهر الصحوة الروحية، مظاهرها يعني، ونتائجها بالتفصيل، وأحدثكم عن نصائح إذا صح هذا التعبير لتتفادوا التصادم مع توائمكم. إلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله. مع السلامة.